استفزاز المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار بين صرف الدينار العراقي وعملة الدولار. يكمن دور الجهات الحكومية المتمثلة بالأمن الاقتصادي بمتابعة الأسواق الغذائية والوقوف على من تسول له نفسه بمساومة الفقير على قوته اليومي. بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء وأمر معالي وزير الداخلية، باشرت القيادات الأمنية هذا اليوم ودار مؤتمر السيد قائد عمليات كربلاء والسيد قائد شرطة المحافظة لكافة الضباط المعنيين بهذه القيادة، وكان هناك توجيه حول معالجة رفع الأسعار ومحاربة كل من يحاول أن يستغل المواطن في هذا الظرف، مستغلا أن هذه الزيادة بسبب ارتفاع نسبة الورق. أهالي كربلاء يشدون على أيدي الجهات الرقابية بمتابعة البيع والشراء وعدم السماح لهم باستغلال الوضع الحالي بالوقت الذي تجد العديد من ضعاف النفوس الراقصين على تلاعب الأسعار والجريمة المنظمة بسرقة المواطنين علنا دون حسيب أو رقيب. في ظل ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الفترة، نلاحظ أنه التأثير أصبح مباشر على المواطن العراقي وخصوصا المواطن الفقير والعوائل الفقيرة، حيث أنه بسبب ارتفاع سعر الدولار ارتفع أسعار المواد الغذائية من ناحية، وأيضا ارتفاع أسعار الأدوية من ناحية أخرى. طبعا هذا الموضوع أثر سلبا على كل المواطنين، خصوصا إحنا هسه في حالة وباء، في جائحة كورونا، وأيضا الأمراض الموجودة بالمجتمع. هذا الموضوع طبعا جدا خطر، وهذا الموضوع صار له فترة كبيرة بسبب عدم وجود أي رقابة على الصيدليات. أنا كاسب أشتغل بالبيت، يعني شت يومي إذا حصل لي 10,000 هسه قام يطير نصهن للمواد ونصهن إلي، يعني 5,000 ويا هالأوضاع شتكفي عد عائلة وبيتي إيجار. أبو المولد هسه بعد كم يوم يطفي علي لأن ما عندي مصرف أنطي، وين يروح الفقير؟ الله تنهلا بالفقير. متابعة غلاء الأسعار وعدم ابتزاز المواطن بارتفاع سعر الدولار بالمواد الغذائية داخل محافظة كربلاء كانت من أولويات الجريمة المنظمة لعدم السماح بذلك. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.